لم يكن يتوقع سكان نيويورك أنهم سيستيقظون على خبر هجوم نفذ بالرصاص وقنبلة دخان في مقاطعة بروكلين داخل إحدى أكبر محطات المترو والأكثر اكتظاظاً في هذه المنطقة. قبل الساعة 8:24 هذا الصباح، بينما كان خط المترو متجهاً إلى مانهاتن ينتظر دخول محطة الشارع 36، ارتدى أحد الأفراد في هذا القطار ما بدا أنه قناع غاز، ثم أخرج عبوة من حقيبته وفتحها. بدأ القطار في ذلك الوقت يمتلئ بالدخان، ثم فتح النار وأصاب عدة أشخاص في المترو. الحصيلة الأولية للجرحى وصلت إلى أكثر من 20 شخصاً، من بينهم 5 في حالة حرجة، تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات والعناية الطبية، فيما لم تسجل هذه العملية أي وفيات إلى غاية اللحظة. أعتقد أنه من المهم أن ننتظر الحقائق الكاملة. لقد تعلمنا بشكل مأساوي ماذا يحدث عندما نحصل على معلومات مضللة. بعد تفجير ماراثون بوسطن في الماضي رأينا ما حدث عندما ظهرت معلومات خاطئة، لذلك نريد أن نتأكد من أننا نتواصل جميعا بصوت واحد، وما هي الحقائق سواء كانت من مصالح المدينة أو قسم الشرطة أو المسؤولين الحكوميين المحليين المنتخبين. سنتحدث جميعا بصوت واحد حول ذلك. حادث إطلاق النار وقع في ساعة الذروة، وأعلنت الشرطة أنها تبحث عن المشتبه به، ووجه المسؤولون نداءات للمواطنين لتقديم معلومات عن منفذ الهجوم الذي لاذ بالفرار بعد العملية. إطلاق نار وجرحى ومشاهد هلع استفاق عليها أهالي مدينة نيويورك صبيحة هذا اليوم في مترو بروكلين. رضا بوشفرة، سكاي نيوز عربية، نيويورك.